السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. قبل ما نبدا الفيديو هذا الفيديو ديال اليوم، كنبغي نشكر كاع الناس الجداد صراحه اللي دعموني في هذا المحتوى الجديد وشجعوني، والله الا خلوني نبقى ننزل دائما الفيديوهات. كنت دائما كنتعطل، كنبقى شهر 20 يوم شهرين عاد كننزل، ولكن دابا تحمست بقى كل ان شاء الله ننزل دائما الفيديوهات جداد. المهم جبتكم ان شاء الله لهاد البلاصه، نبدا لكم بهذا الديمو. هذا راه دابا مسدود، هذا راه ديمو ديال الفيلات. ولكن تقريبا شحال هذه مده باش مسدود هذا الديمو ياك، وهادو الفيلات ديالهم اللي مبنيين، ولكن وقفوا. شنو هو السبب؟ الله اعلم، ان شاء الله يكون المعنى خير. المهم هاد البلاصه اللي انا فيها هي النواحي ديال هذيك البلاصه اللي صورت لكم في هذوك الديور ديال الدعم. انا غنزيد القدام ونوقف ونقول لكم انا فين بالضبط، باش اللي ساكن هنا بوسكور يعرف فين. هانتوما شوفوا، نقول لكم بالضبط انا فين. ها هي بساتين بوسكوره ياك، هنا الفوق ديالها راهي فلورا، وراه هو المشروع اللي كنت صورت لكم في الاخر ديال هاد البلاصه. هذا كله مشروع واحد، هانتوما شوفوا، هذا مشروع واحد. هذه راه مكانه، هذه هي اللي هنا راه مكانه، وهذا المسجد، وهادو كلهم زون فيلا. كتشوفوا ياك، باش نشرح لكم بالضبط فين تيم واحد. الناس قالوا لي صور لنا هذاك البلاصه اللي جا فيها هذاك التيمو اللي صورت لنا اخر مره ديال الدعم. المهم هذوك الديور البيضين فلورا اونفاس معاهم هذوك الديور اللي قلت لكم، هذا الصف كامل مشروع واحد. كاينين ديال 30، وكاين المويان ستوندين، كاين الهوت ستوندين. هانتوما شوف، انا غادي نبقى غاده ونصور لكم ان شاء الله. الدور كاملين اللي هنايا، حيت قلت لكم راه اي بقعه كتبنى كتكمل. دابا المشروع كمل، هما قدامه كيتبنى عاوتاني. ها انا نزيد القدام ونوريكم، هانتوما شوفوا، انا غادي نوريكم على طول هذا المشروع قداش تبارك الله. هادو كلهم بساسون، اللي وريتكم هذاك النهار ماشي بساسون، هادو كلهم فيهم. واحد السيده كانت سولتني على الكراجات، والله ما عندي فكره، ولكن غادي نسول ان شاء الله ضروري هاد الاسبوع، ندخل نسول شحال الاثمنه ديال المحلات هنا. كانت هاد الدنيا كلها خاوية، سبحان الله عمرات كلها ولات مبنية، والبلاصة اللي دخلتي ليها كتلقاها تباعت. أي مشروع كتدخل ليه كتلقاه تبنى. هذا راه نفس المشروع اللي دخلت ليه داك النهار اللي صورت ليكم ديال 30. قدامها فلورا، اللي كيعرف فلورا انتم عارفين البلاصه ديال فلورا، راه حداها كاع المرافق. كاين السوق، كاين الحوانات، كاين هادوك لي ماركيت اللي خرجوا، كاين اغلبيه الماركيت جداد، وكاين فيم، كاين راه هو المشروع اللي دخلت لكم هذاك، دخلت لي هذاك النهار هو هذاك، ها هو شتوه، وهذاك اللي في الكونت هو اللي دخلت لي ديال 30 مليون. فاس مع الضخامه، وكاينين هادو ديال اسمه هذا المشروع، هذا حتى هو الضخامه، حتى هو لا ماشي الضخامه، لا هادو بالسانسو، هذا صور كاين الضخامه بالسانسو ايوا. المهم هادو هما المشاريع كلهم اللي كاينين في هاد البلاصه. كاينين المدارس، اغلبيه هنا بريفي حيت كتعرفوا الناس اللي كيجيو لبوسكوره. المهم يعني اليوم اغلبيه مدارس بريفي.
صافي وان شاء الله غادي ندور ونوريكم شنو الحوايج اللي حداهم، المرافق اللي حداهم. انتم هذا المشروع راه قلت لكم طار في بلاصته، تخيل ما شناش كاع التيموا، ما شناش تباع كله، ولكن راه غزال. انا غندور لكم عليه وتشوفوا كي داير. انتم شوفوا كي داير، دور من الوسط باش نمشيو الوسط ديالو. فين دخلنا هذاك النهار جينا لي واحد النهار بالليل لقينا كله ضواء. شتانا بين هاد لونطري هاد لونطري زوينة لهي. هانتوما شو كدايرين من الداخل واعرين كاملين. شفت شنو دير تما؟ ها ها درتك الزواقة في البالكون. اللي خدا كيصلح، ولكن صراحة ما فيهم ما يتصلح، زوينين القوات كبار فيهم. بيبان مزون زوينين. شو كدير هذا؟ هذا راه 25 هذا باش مشاو كبار ديال الحمد. الحمد هذا سميتو الحمد لله كسر لي الاخرين. هي اللي كانت مكتوبه بصح البانو قبل ما ملي كانوا كيبنيو ديار الحمد. دابا جينا معطلين من البلاصه اللي دخلنا لها داك النهار. ها انتما شوفوا كي دايره هاد البلاصه، حتى هي واعره لافي. ان شاء الله رجعوا ليهم ونشوفوا الا باقي شي وحده خاويه ونصوروها ان شاء الله. كنت غادا وبات لي هاد العمارة، هادو عمارات مستقلين ما داخلينش في الإقامات، يعني واحد كيشد بقعة كيبنيها كيديرها شقة كيبيعها وكيدير فيها الميتراج زايد. هادو راه كبار بزاف، فيهم 120 متر، كاين فيها 4 طبقات وكل طاج فيه جوج ديال الشقات. هانتوما دخلوا معايا، لقيت واحد الشقة غادي نصورها لكم إن شاء الله. اين طاج؟ فيها السانسور. زوينين. وهذه هي الشقة اللي دخلنا ليها، الطابق الأول كما قلت لكم كل طابق فيه جوج ديال الشقات، فيها 120 متر، ثلاثة ديال الغرف وصالون، غرف كبار فينيسيون غزاله، العود واعر، عرفتي داكشي تقليدي. المهم هذيك لونطري دخلنا عليها، كاين الدوش والتواليت هما الاولين، حداهم هنا بيت النعاس بالدريسين، التواليت بالدوش، بيت النعاس معزول على البيوت الاخرين. هذا الدوش يعني الدخله ديالو بوحدو، وهذا الدريسين
ما كانش الدرع مشعلته. وهنايا البيت بالكليمة كما قلت لكم راه مفينيا، يعني غير تدخل تفرج وتسكن. علاش كيكونوا هاد البارتمات زايدين في الثمن؟ لان مولاهم كيفينيهم نيت بالمعقول باش الواحد غير يدخل ما يصلح ما يدير حتى شي حاجه. شتو يعني الدوش وبيت النعاس والصالون مزولين في جهه واحده، وهنا البيوت الاخرين. هذا بيت ديال الوليدات اللي بغا يديروا بيت الوليدات حيت فيه البلاكار. قدامو السيجور، السيجور مقابل مع البيت ومقابل مع الصالون. وهنا كاينه كوزينه وكاين واحد البيت. الطاج الاخر طلعنا ليه لقينا هذا البيت شاركو مع الكوزينه، واخا الكوزينه كبيره عرفتي شاركو معاها كيبان قدو قداش. هذا بيت اخر اللي بغا يديرو بيت الكلاس، اولا هو اللي يديرو بيت الدراري والاخر يديرو بيت الكلاس، كل واحد الذوق ديالو. هذه لا كويزين شوفوا كي دايره وشوفوا قداش وبيان ايكيبي. شوفوا الكوزينه قداش بالبالكون. انا صراحه عجبتني هاد الكوزينه واعره كما قلت لكم. راه ملي طلعنا للطاج اللي فوق منها شاد هاد الحيط اللي بينو بين هاد الكوزينه وبين البيت الاخر محيدو، يعني داير لها كوزين امريكان. ديك الساعه الواحد اللي بغى يطلع غير النص راه كيطلع غير النص ديال الحيط كيقادها كيف بغى. شوفوا العود كي داير اللي داير في البيبان كما قلت لكم. هذه راه فيها 120 متر 8000 درهم للمتر، وقال لك يقدر ينقص لك في المتر. ها انت قدامها البني، حتى هذيك البقعه اللي قدامها راه قال لك حتى هي غادي تبنى حيت سولته قال هذه البقعه شنو فيها، قال لي حتى هي غادي تبنى. المهم ثمن غزال 8000 درهم للمتر وفيها 120 متر. ادي باتر يقدر يتفاهم معكم. المهم الى عجبكم هذه الفيديوهات كنتمنى تبارطاجيو مع الاصدقاء. والله انا فرحانه ملي الحمد لله لقيت واحد التفاعل، وان شاء الله غنتحمس ونزيد نصور لكم اكثر واكثر. المهم نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد باذن الله.